يوم جديد مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق 22 من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي بيّنت: ناصر بن حمد ينشر صورة للملك مع السيسي ويشيد بالعلاقات مع مصر. نواب وشوريون: مصر صمام أمان المنطقة. ومع صحيفة الوطن والتي عنونت: ناصر بن حمد: ثقتنا كبيرة بمواصلة المنتخب الوطني الانتصار في التصفيات لكأس العالم. خالد بن حمد: تحويل الأندية إلى شركات، انتقال للصناعة والاحتراف. تذاكر سينما السيارات إلكترونيا، وعشرة آلاف دينار غرامة المخالفين. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت في صفحتها الأولى: الأربعاء أول اجتماع حكومي برلماني لبحث دعم القطاعات المتضررة. البحرين استقطبت استثمارات بأكثر من 942 مليون دولار في عام 2019. البحرين تتصدر دول الشرق الأوسط في نسبة التعلم. ومع صحيفة البلاد والتي نشرت: التحول للدفع الإلكتروني على جسر الملك فهد. إلى أبرز ما جاء في الصحف المحلية لمملكة البحرين حول فيروس كوفيد-19، حيث نقلت صحيفة أخبار الخليج أن النائب أحمد السلوم رئيس مالية النواب كشف في تصريح لصحيفة أخبار الخليج، كشف أنه تم تحديد يوم الأربعاء القادم ليكون أول الاجتماعات المشتركة بين الحكومة وماليتي النواب والشورى من أجل بحث آلية دعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا. وبقلم الكاتب محميد المحميد، نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان: تحديات جديدة تقتضي التعاون لتحقيق النجاح. فإلى سطور هذا المقال: هي تحديات جديدة مقبلون عليها جميعا فرضتها جائحة كورونا، تطورات مالية عالمية أخرى تقتضي التعاون والاستعداد والمسؤولية لتحقيق النجاح وتجاوز التحديات من أجل حاضرنا اليوم، من أجل مستقبل الأجيال القادمة ومصلحة الوطن العليا. المرحلة المقبلة في معظم الدول ودولنا الخليجية من ضمنها سيتم اتخاذ قرارات وإجراءات تصب في المصلحة العليا للوطن والمواطنين، ولن تستهدف الفئات الأكثر فقراً وحاجة للدعم، ذلك لأن دولنا الخليجية بقياداتها الحكيمة ونهجها السديد تحرص أشد الحرص على عدم الإضرار بمصالح المواطنين، وتعمل دائماً على توفير العيش الكريم لهم. نؤكد ونقول إن التحديات الجديدة تقتضي المزيد من التعاون والمسؤولية والتفاهم والوقوف مع الأوطان وعدم الاستماع لأصحاب الأجندات الخارجية. عندها سنصل جميعاً إلى تحقيق قصة نجاح جديدة، ونعبر إلى بر الأمان، وننشغل أكثر بالعمل والإنجاز والبناء والتنمية. نقرأ من صحيفة الوطن أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أصدرت قراراً بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في منشآت السينما الخارجية المخصصة للسيارات لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام القرار المذكور بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 10,000 دينار، كما ويقتصر بيع التذاكر إلكترونيا فقط.
أظهر استطلاع للرأي قامت صحيفة أخبار الخليج به أن 79% من المشاركين في الاستطلاع اعتبروا أن ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة يعود بشكل رئيسي إلى تقصير من أفراد المجتمع في الالتزام بالإجراءات الاحترازية مقابل ما تقوم به الجهات الرسمية من جهود لمواجهة انتشار هذه الجائحة. هذا الدرس البحريني مقال تحدث عن تطور النظام الإيراني الفاشل في معالجة ولو كانت بسيطة لأزمة فيروس كورونا. بالمقابل ها نرى الاجتهاد الوطني للتصدي لهذا الوباء في مملكة البحرين. فإلى أبرز سطور الكاتب فريد أحمد من صحيفة الوطن. الخطة التي اعتمدها النظام الإيراني لمواجهة فيروس كورونا كلفته حتى الآن آلاف الأرواح ومئات الآلاف المصابين بالفيروس، هذا لو اعتمدنا الأرقام التي يوفرها النظام، حيث توفر المعارضة الإيرانية أرقاما تزيد بنحو 10 أضعاف، بينما تعاملت البحرين مع الطارئ مبكرا وأثبتت أنها دولة كاملة المقومات فاعتمدت أرقاما من ميزانيتها أدهشت الجميع، تم توظيفها بنجاح في المعركة الضروس مع الفيروس. الترجمة الشعبية لما فعلته البحرين في فترة الجائحة هي أنها قامت بوضع اللقمة في أفواه المواطنين وأشركت في ذلك معهم المقيمين، وهو درس بحريني بليغ. إلى الأخبار المنوعة، حيث نشر صحيفة الوطن أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أكد خلال اجتماعه مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني بثقته الكبيرة في مواصلة المنتخب الوطني طريق الانتصار في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، كما وبين صحيفة الوطن أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، قال خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة استجابة إن قرار تحويل الأندية إلى شركات يأتي ضمن الخطوات المرسومة للانتقال بالرياضة البحرينية نحو الصناعة والاحتراف الرياضي، مما يساهم في تطوير الرياضة والرياضيين بمملكة البحرين. لفتت صحيفة الأيام أن أعضاء مجلس الشورى والنواب ثمنوا موقف مملكة البحرين الداعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، واعتبروا ذلك استحقاقا وواجبا، خاصة أن مصر تمثل العمق العربي والاستراتيجي لمختلف الدول العربية، وأكدوا أن أي عملية تقوم بها مصر لحفظ أمنها هو حق مشروع، خصوصا مع تهديدات الميليشيات الإرهابية. وفي مقال افتتاحي نشر صحيفة الأيام مقالا بعنوان مصر قلب العروبة، فإلى هذا المقال. إن مصر لها دورها التاريخي الاستراتيجي والمحوري كعمق حيوي للأمة العربية، لذلك فهي عانت وما زالت تعاني من محاولات استهدافها بشتى الطرق والأساليب في محاولة للنيل من مكانتها الكبيرة في قلب الأمة. نحن في البحرين كما أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فإننا نقدر لمصر دورها كعمق حيوي واستراتيجي وأمني، وأن البحرين حريصة على أمن واستقرار مصر وتقدمها والنهوض بدورها. إن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ستظل دائما ملتزمة بقضايا الأمة العربية، وتقف على أهبة الاستعداد دائما
من أجل مساندة أي شقيق عربي مع كل جهد عربي جماعي، فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بمصر العروبة التي هي بمنزلة القلب للأمة العربية؟ نشرت صحيفة الأيام أن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف حمزة أعلن عن إطلاق برنامج إضاءات قانونية، والذي يهدف لإيجاد منصة دائمة لتطويع التكنولوجيا في نشر الثقافة القانونية وتسليط الضوء على آخر التشريعات الوطنية. وفي الشأن الاقتصادي، نشرت صحيفة أخبار الخليج أن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد حميدان أكد أن مملكة البحرين استقطبت استثمارات مباشرة بقيمة 942 مليون دولار أمريكي في عام 2019. وبقلم بدور عدنان، نشر صحيفة البلاد مقالا بعنوان مجددا العفو الدولية تفتري على مملكة البحرين، فإلى سطور هذا المقال. منظمة العفو الدولية وكعادتها في انتقاد مملكة البحرين تحت غطاء دفاعها عن حقوق الإنسان، نشرت عبر موقعها الإلكتروني تحذيرات من إمكانية انتهاك خصوصية وحرمة الأفراد المحملين والمشتركين في تطبيق مجتمع واعي، حيث تدعي وتزعم أنه يمكن للأجهزة الرسمية اقتفاء ومراقبة الأفراد عن طريق التطبيق. من الواضح جدا أن المنظمة تتصيد في الماء العكر وتحاول الإساءة لجهود مملكة البحرين التي تمت الإشادة بها عالميا في التصدي للوباء، وتحاول أن تبحث عن أي شيء للتقليل من حجم ما تقوم به حكومتنا الموقرة من جهود، وعندما فشلت في ذلك اصطنعت وابتكرت لها قصصا واهية في محاولة منها لضرب سمعة المملكة والإساءة لها. ما تقوم به منظمة العفو الدولية أمر معتاد، فهي دائما ما تفتري وتحاول إدانة جهود مملكة البحرين الساعية لتعزيز حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، حيث دأبت على استغلال أي أزمة. لكن ما تقوم به اليوم من طعن وتشويه أمر بالغ الخطورة. الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم الأستاذة أحلام العامر أكدت في تصريح خاص لصحيفة أخبار الخليج، أكدت أن مملكة البحرين تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نسبة التعلم، إذ أفاد تقرير البنك الدولي في عام 2019 أن حوالي 68% من الأطفال في مدارس مملكة البحرين يتقنون القراءة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها. بيّن الصحيفة أخبار الخليج أن بلدية المنطقة الجنوبية أطلقت مبادرة اتصل لأثاثك، وتهدف هذه المبادرة للحد من رمي الأثاث المستخدم في الأماكن المفتوحة وفي الشوارع وبالقرب من حاويات القمامة، ما يؤدي إلى تشويه الطابع الحضاري والعمراني للمناطق. كما ونشر صحيفة البلاد أن لجنة التحقيق النيابية أنهت من رفع 40 توصية سيتم الإعلان عنها في دور الانعقاد القادم بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، مشيرين أنه يجب اعتماد الإسكان على معيار الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية كحل لإنهاء جميع الطلبات القديمة. أينما تواجد الإرهاب والهدم والفوضى وجدنا السبب في النظام القطري، حيث نشر صحيفة الوطن مقالا بعنوان المبادرة المصرية في ليبيا ضربة موجعة للدوحة، إلى المقال. إن قطر بتواجدها في ليبيا قدمت تسهيلات ضخمة ليتأزم الوضع
وتكون ليبيا ساحة لتواجد القوات الأجنبية ومرتعا للكيانات الإرهابية، وهذا ما كشفه المتحدث باسم الجيش الليبي بالتورط القطري في الأزمة الليبية عندما قال في مقابلة على قناة سكاي نيوز عربية: اكتشفنا أن قطر أصبحت لاعبا رئيسيا في ليبيا عبر سبل عدة مثل الاعتراف السياسي، كما أنها أول دولة اعترفت بالمجلس الانتقالي الليبي، وأول طائرة سلاح وصلت إلى بنغازي كانت قطرية وكانت مخصصة لما يسمى بائتلاف ثوار بنغازي، وعمل على تفريغها في ذلك الوقت الإرهابي علي الصلابي الذي يعيش حاليا في قطر. خلاصة القول أن المبادرة المصرية تأتي في وقت حساس ومهم لحل الأزمة الليبية في حوار وطني، وهذا الأمر يوجع النظام القطري الذي أراد أن تكون ليبيا مقرا مهما لجماعة الإخوان المسلمين بعدما عاثوا في الأرض فسادا في عدد من الدول العربية ومنها مصر. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.